فين مرات المرحوم الغالي؟ المرحوم الغالي هو ابويا مات. الف رحمه ونور عليه يا حبيبي. انت ما تعرفش يا ادم انا عملت ايه. انا ما سبتش حته الا ورحتها، خارجيه وداخليه وصليب احمر، لغايه ما اتاكدت من نبأ المشؤوم. ازاي ده؟ اذا كنت انا مقدم طلب النهارده وهم قالوا هيردوا عليا. ما هو برضه الطلب ده هياخد نفس اللفه، نفس اللفه، وهيرجعوا ويقولوا لك نفس الكلام وتسمع نفس الخبر. وما قلتش الكلام ده ليوسف ليه لما جالك؟ يوسف؟ ما انا بعد ما سلمته الجايزه لقيته فجاه كده فص ملح وداب. بس يا يوسف، بس يا يوسف، نفسي اشوف حد. بس يالا انت صغير ولا ايه؟ هي فين امك يا ادم؟ مش واجب برضو احتذر لها واعزيها كمان؟ يا حسن، اخصى عليك يا حسن، اول مرسال يجي لي منك بدل ما يقولي بيسال عليكي هو عشان يقولولي مات. المرسال اللي يجي لي منك بعد كل السنين دي يقول الباقي في حياتك. مش هتطلعي تقابلي عم ناجي؟ مش انت قابلته يا ابني كفايه. بس هو عايز يقول لك الباقي في حياتك. قول له حياتك الباقي. قومي واغسلي وشك واطلعي قبلي. بس بقى يا امل. خلاص يا امل سيبيها براحتها. انا هعمل للمرحوم اكبر صوان اتعمل فيك يا بحيره. لا ملهاش لازمه التكاليف دي. احنا هنعمل عزا هنا قدام البيت وسط ناسه واهله. وسط ناسه واهله؟ امال احنا مين يا ادهم؟ ما احنا ناس واهله. صوان اخويا لازم يتعمل في القصر. خساره. وهي خساره بعقل. دي اكبر خساره، اكبر خساره. خساره انك ما عرفتش ان ليك اخ غير لما مات. ما كفايه بقى يا ادهم يا ابني. كفايه بقى. بلاش تتك عليا اكتر من كده. ده انا مهما كان بني ادم لحم ودم. وعمك، هي فين امك يا ادهم؟ امي نايمه ومش هتقابل حد.